بمناسبة يوم المعلم يحتفل العالم بهذا اليوم وخاصة في تركيا تكريما لما يقدمه للأجيال. ويعمل المدرس محمد في ورشة خياطة وذلك بعد توقف عقود عمل المعلمين السوريين في تركيا. والعادل والتفاصيل. من أمام السبورة إلى خلف هذه المكنة انتقل الأستاذ محمد بعد توقف عقود المعلمين السوريين في تركيا ليبحث عن وارد جديد يسد به رمق العيش، حاله كحال الكثير من زملائه المعلمين. هي المرة الأولى التي يغير فيها الأستاذ محمد مهنته بعد انتهاء عقود المعلمين السوريين في تركيا وعددهم 12,900 معلم، إذ توقفت رواتبهم منذ تموز الماضي ليبحث هو وزملاؤه عن عمل يقيهم السؤال ويحمل عنهم مصروف معيشتهم. مختلف المعلمين، للمعلمين منهم من وجد فرصة عمل، يعني أنا وجدت فرصة عمل غير مناسبة، يعني غير اختصاصي غير إمكانياتي غير، لكن جبرنا على هذا الأمر. في بعض المعلمين من كبار السن من لم يجد عمل تأثروا كثير، فكان الموضوع كثير مجحف في حقا وأثر على حياتهم بشكل عام. أقول للمعلمين جميعا سواء في الداخل السوري أو سواء في تركيا، كل عام وأنتم بخير يا من أفنيتم عمركم وصرفتم من عمركم السنوات الطويلة لكي تنيروا لهذه الأجيال الطريق. أوجد بعض المعلمين السوريين في تركيا فرصا في سلك التعليم، إما بالتعليم عبر الإنترنت أو في المعاهد الخاصة، رغم أن حالهم أفضل من حال من توقفت عقودهم ولم يجدوا فرصة في حقل التعليم، غير أنهم يعانون من الصعوبات وعدم الاستقرار. اولا انه نحن غير موظفين يعني في جهه رسميه حكوميه، يعني معرضين انه نترك عملنا في اي لحظه او انه نطرد حتى من عملنا. وثاني شغله التامين مثلا اللي هي تامين الصحي بالنسبه للموظفين ايضا، اذا كان الشخص او المدرس موظف فهو له تامين صحي، له يعني معاش او راتب ثابت، غير لما بيكون مثلا موظف في مؤسسه خاصه او في مؤسسه يعني تعمل لحسابها يعني أو لنفسها بدون الارتباط بالدولة. قد ينتهي جزء كبير من معاناة المعلم السوري في تركيا في حال عودة عقود عملهم كسابق عهدها بحسب الوعود التي يتلقونها من قبل المسؤولين، غير أنهم يفتقدون الاستقرار المعنوي قبل المادي في ظل الظروف الحالية. والعادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا. ينضم إلينا وائل عادل مراسلنا من غازي عنتاب، أهلا بك وائل. حدثنا أكثر عن أوضاع المعلمين بشكل عام، من أين كانوا يتقاضون رواتبهم ومنذ متى لم يتقاضوها؟ نعم، مساء الخير أيهام لك وللسادة المشاهدين. المعلمين السوريين في تركيا منهم من توظف أو كان له عقود عمل منذ سنوات مع مؤسسة مدى الحياة وزارة التربية التركية في مراكز التعليم المؤقتة كانوا يتقاضون راتبا، ثم هؤلاء المعلمين وعددهم 12,900 معلم توقفت عقودهم في الشهر السابع الماضي. خلال هذه الشهور الأربعة لم يتقاضوا رواتب، ولكن هناك أخبار أنباء بأنه سوف تعود هذه العقود للتفعيل، سوف يعود هؤلاء المعلمون إلى التعليم أو إلى وظيفتهم السابقة، منهم من كان ينسق ومنهم من كان يعلم. يعني سوف يعودون إلى المدارس التركية؟ ما فهمت، إلى أين سوف يعودون؟ بما أن المراكز المؤقتة تم إيقافها. نعم، العقود كانت في المدارس التركية كمنسق أو كموجه وما شابه، يعني سوف يعودون إلى المدارس التركية نفس العقود السابقة، ولكن تغيرت الجهة. ولكن خلال الأربعة الشهور وحتى اليوم، وهناك أيضا يعني المعروف بأنه لن يعود 12,900 مدرس، سوف ينتقى منهم، هناك فحص مقابلة ينتقى منهم من لديه شهادة جامعية ومن لديه شهادة مستوى ثالث في اللغة التركية. هؤلاء منهم من عاد فعلا للعقود، ولكن باقي المدرسين والذين اعتادوا هذه المهنة منذ سنوات لن يعودوا إلى هذه المهنة. منهم من
مثل كالأستاذ محمد الذين قابلناه وكان يتحدث معنا بحرقة وباكتئاب شديد. يعني طب لماذا لم يعد الأستاذ محمد؟ ما العائق أمامه؟ الأستاذ محمد لم يعد، هو يعمل الآن خياط. هذا المثال الذي تحدثت عنه، هناك أساتذة رجعوا بعد فحص مقابلة مع الجهة المسؤولة مع وزارة التربية التركية، عادوا للعمل، وباقي الأساتذة لن يعودوا، وهؤلاء مصيرهم مجهول. يعني تحدثنا مع العديد من المعلمين السوريين هنا في تركيا، هناك يعني صعوبات مادية كبيرة، هناك كان يعني شخصين في المنزل، الأب والأم هما أساتذة يتقاضون الراتب يعتاشون منه، الآن توقفت هذه الرواتب. الأسر 12 ألف أسرة من المعلمين السوريين يعني توقفت رواتبهم، منهم من يعمل في الدهان، منهم من يعمل في الورشات المعامل، ومنهم من ربما وصل إلى إلى يعني إلى إمكانية التدريس في المعاهد أو عبر الإنترنت، ولكن نسبة قليلة. منهم كبار في السن كانوا يعني اعتادوا مهنة التدريس لسنوات طويلة، ربما 30 سنة أو 25 سنة، واليوم توقفوا عن هذا العمل بعد إيقاف عقودهم، لا يجدون عملا بصراحة، وضعهم المادي سيء جدا. منهم من يعمل على الهجرة، ومنهم من أيضا يعني لا يجد حلا وينتظر ويبحث ويستدين ليجد حلا لحل معضلته المادية في المنزل. وقال يعني بشكل عام كم تقريبا الرواتب، رواتب المعلمين، وفي الفترة الصيفية هل كان يستمر رواتبهم أم كانت تنقطع؟ نعم، رواتب المعلمين 2000 ليرة تركية في الفترة الأخيرة، كانت تستمر في الفترة الصيفية، ولكن انقطعت في الشهر السابع عن الجميع، وبدأت تعود لمن أجريت له فحص المقابلة وتم تعيينه من جديد في التعاقد الجديد. عددهم قليلة، لم تنتشر بعد، ولكن هناك أيضا أنباء بأنه ربما يعود الجميع 12900 معلم إلى سابق عهدهم بعد هذه الفترة من الانقطاع. لنتحدث عن يوم المعلم، يعني خاصة في تركيا وفي المدارس التركية، ماذا يعني هذا اليوم؟ يعني يشابه يوم المعلم في سوريا. هناك يعني مثلا الأهالي يرسلون الهدايا مع أطفالهم إلى المدرسين، يتبادلون الهدايا، يعطون الهدايا لأساتذتهم، منهم بحسب كل منهم بحسب قدرته. يكون يوم يعني ممتع ربما في المدرسة للأطفال وللأساتذة في يوم عيد المعلم. البارحة استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 81 معلم، كل معلم من ولاية تحدث معهم وبارك لهم في العيد، وتحدثوا عن المشاكل، وتحدث بأنه سوف يكون لهم نظام جديد للتدريس ولنظام عملهم هؤلاء المعلمين. وأيضا هناك بعض البلديات في تركيا تحتفل بالمعلمين، هناك بعض الزيارات الودية للمعلمين المتقاعدين، هذه عادة لدى الأسر التركية، يزورون المعلمين المتقاعدين سواء في منازلهم أو حتى في دور الرعاية، وهي بادرة لطيفة شاهدناها اليوم. يعني هناك أيضا مبادرات من الأهالي سواء عبر إرسال رسائل على وسائل التواصل الاجتماعية للاحتفال بالمعلم، أو عبر إرسال الهدايا مع الطلاب والأطفال، أو عبر هذه الزيارات التي تحدثت عنها، وهي أمور مشابهة لما يحدث في سوريا في يوم عيد المعلم، موضوع الهدايا وموضوع المباركات وهذه التفاصيل. أيضا يشارك الأطفال السوريون والطلاب أو الأطفال التلاميذ السوريين في هذا العيد، وأيضا يتبادل ويعطي الهدية لأستاذه، يعني بقيمتها الرمزية ولكنها تحمل قيمة كبيرة ربما لدى المعلم ولدى الطفل أيضا. هذا اليوم يعني هو يوم خاص بالمعلم، يعرف الأطفال ذلك، يحتفلون به، وأيضا أهالي الطلاب أيضا سواء الأتراك أو السوريين. حلو كتير. بنهاية حديثنا وائل، خلينا بس نرجع نطمن المدرسين، كما قلت هناك أمل لإعادة تلك العقود إلى سابق عهدها صح، ولكن سيتم غربلة العدد الكبير للمدرسين. صحيح، جميع المدرسين تقريبا لديهم تواصل مع بعضهم ومع الجهات التي تعمل على هذا الموضوع، هم يعرفون ذلك، ولكن يتمنون بأن يكون
بأن تشملهم هذه الفلترة أو هذا الترتيب المقابلات، وأن يكونوا جميعهم ضمن هذه العقود، أن يعودوا جميعهم. ولكن الواقع بأنه على الأغلب سوف يعود عدد معين، هم من يحملون شهادات الجامعية ويحملون المستوى الثالث في اللغة التركية. هذا الرقم هو من سوف يعود، وبحسب المعلومات بأنه سوف تكون رواتبهم أعلى من السابق بسبب تخفيض العدد وتغير هذه هل تم تحديد العدد تقريبا، عدد المدرسين؟ يعني أيهم، يعني المطلوب هو عدم نشر عدد، لأنه ربما يحتاج إلى انتهاء من التعيينات وفحص وما شابه ليتم تعيين العدد. انتشر عدد معين، ولكن طلبت جميع الجهات بعدم نشر هذا العدد لأنه غير صحيح. ولكن يبدو بأنه بين 7,000 إلى 8,000 مدرس سوف يعودون، ولكن هو رقم غير رسمي. يعني نتمنى أن يعود جميع المدرسين إلى وظائفهم وإلى أماكنهم التي اعتادوا عليها، يعني حتى المدرسين بالذات بيكرهوا أن يشتغلوا مهن أخرى لأنه اعتادوا على هذه المهنة وعلى الفتهم مع الطلاب ومع السبورة ومع الكتب وما إلى ذلك. شكرا لك وائل عادل، مراسل تلفزيون سوريا من غازي عنتاب. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير وتكون بعد نور بحكي ميديا.